زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس في اخر جزء من حصتنا اليوم. اكيد الكورونا متفشية برشا بين الملاعبيه وبين الانديه التونسيه. عدد الانديه اللي تضرت من الكوفيد 19 من الانديه غير من نادي بسويق اكيد بعد نهائي الكاس. عدد الملاعبين وعدد الاصابات في الفريق من بينهم اللاعب الجديد المدرب الجديد علاء الدين المرزوقي معنا بالتليفون. علي باش تمنى اكثر على حالته الصحيه بعد ما تجاوز المرض نتاعو. علي اهلا بيك. اهلا بيك خويا ومرحبا بالمستمعين الكل. مرسي بوكو كي تسالوا وسالتوا ان شاء الله ربي يبعد علينا البلان الكل. مرحبا بيك علي. دونك احكي لنا نورمالمون تجاوزتها توا حاليا كل شيء لاباس؟ والله الحمد لله لاباس. واحد رجع للحياه العاديه دونك لاباس اون جينيرال. واحد الحمد لله شو نقول لك معناها اكسبيريونس صحيح خايبه لكن واحد يتعديها كل شيء معناها الحمد لله يا ربي ربي يوفقك وكل شيء يرتاح وان شاء الله يرتاح الناس الكل ومازال المرضى ان شاء الله يردوا بينا على بعضنا وشويه ويهدي لنا يكون واعي ان شاء الله ربي يستر الجميع. كيف صارت الحكايه انت علي من الفريق تعدد لك عدوى؟ والله ما نجمش ناكد فهمت مي ليسونسيال اللي جماعه بداوا يشوفوا في السيتياسيون بس كل تلقى العباد كلها ماشيه مرضى وكل شيء. حبينا يلزمك تقف ويلزمك تشوف ويلزمك تعرف انت وين السيتياسيون تاعك باش ما تضرش العباد الاخرين خاطر اهم حاجه في هذه القضيه الوقايه فهمت. ليسونسيال واحد تثق بها الحمد لله يا ربي صحيح واحد كان متفاجئ من الاول لكن معناها من بعد ديريكت عملت الحجر تاعي وكل شيء معناها اللي قالوا لي عليه الطبيب توسكي دويات وكل شيء عملته وسهل ربي الحمد لله يظهر لي سيرتو لي زولمون فهمتها. كنت في الدار وحدي في بيتي مع حتى معناها اي حاجه نستعملها وحدي بيان سور لونتوراج نتاعي الكل كان بعيد عليا واحد يزمو يرد باله على القارب نتاعو. بعد اهم حاجه عاونتني في هذا الكل هي المورال معناها الحمد لله كان حاضر ويستنى في ديفي جديد كما قلت انت في الكوره واحد يحاول يخرج منها في تعفيس. طبقت اللي قال عليه الطبيب والله نتاع الدار وكتوسكي كان تيزان تو واحد سهل وربي وتجاوزها المحنه هذه بالباهي. كم ظهر عليك الاعراض عليه والا جوست ما غير الاعراض؟ والله انا بالنسبه لي انا حسب ما حكيت انا والدكتور وكل شيء اللي حكي لي عليه ما فماش حاجه كبيره فهمت. جوست كان عندي شويه اسهال هكا اكثر من العاده يمكن من الدويات ولا واعر. ما انا كنت معناها طبقت التعليمات بالحرف معناها حاولت ابليكي برشا في معناها في توسكي دواء توسكي ايزولمون توسكي كل شيء معناها فهمت من اول نهار لاخر نهار ما حبيتش الريسكي ما حبيتش سوا ديزون عملت اللازم والحمد لله ربي يضر هو شفاه من عند ربي. ما يلزم يكون العبد اهم حاجه يلزم يكون واعي بالوضعيه اللي هو فيها اللي هو ينجم يكون اختار على العباد الاخرين والحمد لله واعد رد باله على روحه وعلى اقاربه والحمد لله تجاوزتها والحمد لله يا ربي. هذا الديفي تجاوزته مازال الديفي الاكبر ظهر لي تجربه جديده ليك في الترجي كيفاش تشوفها عليه؟ والله كما قلت لك معناها هذه حاجه من الحاجات اللي خلتني نزيد نقوى ونزيد نركز مليح في الموضوع باش سورتو معناها كنت في بيريود ترانزيتوار اللي قاعد نطيح فيها في البوا وقاعد نخدم حاضر فيها بريباراسيون باش نبدا سيزون. صاروا لي ايامات كما نقولوا ان شاء الله واحد يبدا حاضر. تجاوزت المرض هذا ان شاء الله ربي بعد على الناس الكل وبالنسبه لي انا ان شاء الله تو قيد باش يكون يعني حاضر لتجربه جديده مع الترجي التونسي ان شاء الله الجورجي يبدا حاضر واكثر من حاضر باش يفرح العباد اللي وقفوا معايا سيرتو في البريود الخايب هذا. بدنيا قلت طيح في البوان اش عملت طيحت ولا مازلت بدنيا حاضر لعبة البطوله ولا ايه؟ حضرت باذن الله جست الجمعه هذيا نتاع الكوفيد الحمد لله واحد تجاوزها وان شاء الله تو نرجع باذن الله واحد نهار اول ماتش في السيزون ان شاء الله باش يكون حاضر ان شاء الله نبداو حاضرين الناس الكل ربي يشفي الاولاد الكل من جمعيتي ان شاء الله ربي يخفف على الناس الكل ان شاء الله ربي يسر تونس والناس الكل. هو كما يعرف عليه حبيت الرجي على عكس حمدي النقاز مثلا اللي ماهوش كان مؤهل قانونيا انت كنت مؤهل ظهر لي المشكل البدني هو اللي كان سببه. لا لا ما هو الاسبيرونس عنده لي ريكروتمون تاعهم دونك سي الميم كان فهمت. وفي عندي المواد البدني اللي يبين تاع الاسبيرونس اللي فهمنا وقت اللي انا قاعد نتفاهم مع الترجي هذا التونسي الحمد لله ديريكت مشيت في صلب الموضوع لقاني نخدم ولقاني ريسبتيف دونك هذاك ما خلى باش عاوني باش نكون حاضر وانا ديجا الثقه نتاع الاطار الفني ونتاع الاداره نتاع الترجي هذا التونسي ما تخليك كان باش تاخذ العزم باش تكون حاضر وتفرح الجمهور اللي وقف معايا سيرتو في الايامات اللي فاتوا. علي بعد برشا فرق كبيره لعبت فيها الكلوب ستاد سي اس اس فرق كبيره اليوم فريق اخر كبير شنو طموحاتك علي مرزوقي؟
ما يخفيش عليك هذا اللي واحد يحب يضغط الراجل هذا التونسي معناها كاس الرابطة، رابطة الأبطال، وإن شاء الله نكون في نحطوا ثقتهم إن شاء الله يلقاوها بإذن الله. كما قلت أنا قبل وصراحة يظهر لي باش نكون أحسن نسخة نتاع مرزوقي في الترجي التونسي بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله واحد يرجع لمكانته في المنتخب، إن شاء الله فرصة كما نقولوا باب وتحلوا. الترجي التونسي يظهر لي كبير، دونك علي مرزوقي باش يجي يخدم يعاون العباد وهم يعاونوه باش يكون حاضر أكثر من الكل إن شاء الله. شدتني كلمة أحسن نسخة، علاش؟ شنو هو السلم تاع الكونفونس هذا؟ خدمة كما قلت لك، يظهر لي لازم يكون قاعد أبليكي أي موضوع في الدنيا، يظهر لي كي تحضر له تلقى نتيجة. انا هكا نشوف دونك كي دخلت الترجي الرياضي التونسي يظهر لي ما يخفى على الناس الكل فريق منظم يعطيك حقك باش تعطيه حقه، دونك هذاك علاش حسب ما شفت معناها من الشهر الشهرين الاولانيين واحد دخل في سر الموضوع مجموعه باهيه المونتوراج الكل باهي، معناها كان انا نوري الحاجه الباهيه اللي صارت بها العباد. مفاجأة شوية على الانتقال نتاعك الترجي والا كان بريفيو من قبل؟ والله ما نكذبش عليك، توا عندي عامين معناها جيسبيرون في مون كونتاكتي، مي يظهر لي في المومون جامي، معناها كنت كابيتان في نادي راس فارسي، عطيت كل شيء، ما دخلت حتى متعرق على الفريق اللي كنت فيه، حبيت على حقي، يظهر لي القانون انصفني، وما فماش خير من الترجي الرياضي التونسي باش تمشي تكبر فيه وتلعب فيه، يظهر لي سيرتو في تونس معناها. باهي ما نطولش عليك برشا، علي اخر سؤال، تغش عليك شويه احباء السي اس اس، نخليك زوز ميساجات، الاول احباء السي اس اس والثاني احباء الاسبيرونس. بون يظهر لي لحبيب نادي راس فاقسي فويس كي يعرفوا شنو هي علي وش شنو كان يعمل علي في نادي راس فاقسي، تغشوا خاطر يعرفوا الفالور تكنيك وفالور سيرتو نتاع الجروب، وكنت معناها سي با فاسيل باش تكون كابيتان في نادي راس فاقسي، وسيرتو اللي انا معناها مريت بمشاكل معناها في نادي راس فاقسي وانا كابيتان وبلعب وصلت ليكيب ناسيونال، معناها هذاك علاش يمكن حب تقلب شويه غش، لكن في الاخر توا من العباد ينصحوا فيا ويسالوا عليا كي تشوف معناها في الرسمي، في الرسمي كي صارت المشكله هذه الناس كل وقفت معايا وعلي ربي معاك، وحتى في مسيره الكرويه من هنا لقدام ان شاء الله ربي معاك، عطيت الباهي عملت الباهي مع نادي راس فيقتي، ثم مشاكل ماليه ظهرت في الجمعيه الكل، فهو انا نخدم على روحي، الطموح نتاعي جا في الترجي التونسي اني باش ندخل لجماهير نتاع الترجي الرياضي التونسي ديريكت، فهمت؟ دونك يظهر لي عباد واثقه فيك تستنى فيك سورتو تستنى فيك عندي في بور موا، ان شاء الله باش نكون عند حسن الظن، ان شاء الله باش يشوفوا حاجه باهيه كيما قلت لك، معناها واحد محضر روحه يزيد يحضر باش يكون ان شاء الله احسن نسخه من علي مرزوق. بون فما عباد فهمتك معناها حسب ما فهمت من احباء السي اس اس. بيان سور يظهر لي اسمعني سيتياسيون واضحه للناس الكل، وانا كنت واضح برشا معناها صحيح ما حكيت الجمله في وسائل الاعلام، لكن الوضعيه نتاعي واضحه برشا للي خلت العباد تتساءل علاش انا ما تكلمتش، خاطر هذاك حقي ما صار شيء معناها يمكن النجم نلوم فيه نادي راس فارسي، فما مشاكل ما فما حتى جوار في تونس ما يحبش يكرر في الترجي الرياضي التونسي، فرصه اتيحت لي باش نكرر في فريق كبير كما الترجي الرياضي التونسي، نحب نلعب شامبيونز ليغ مع الفريق هذا ان شاء الله، علاش لا نحب حلو ان شاء الله باش نمشي كوب دي موند معاه. للعباد اللي شكت عليه في قدرتك على تقديم الاضافه للترجي، ظهر لي اكثر دي فيه هذا تحطه في مخك انت. والله بالنسبه لي انا ناخذ الباهي، وبالنسبه للخايب تشوفوا حاجه باهية اكثر من اللي تصوروها ان شاء الله. ما نجمش نجاوب توا، دونك قلت لك تبدا كيبدا الرسميات توا وقت تجاوب تلقين واحد. يعطيك الصحة، شكرا لك على الدين المرزوقي. ربي يخليك ميرسي. وان شاء الله وان شاء الله لاباس بعد ما تعديت الازمة نتاع كوفيد 19، ان شاء الله لاباس على المرزوقي كيف كيف، الملاعب الكل وحتى التوانسة الكل في العالم الكل، الناس اللي أصيبت بالجائحة هذه ان شاء الله لاباس للناس الكل، ربي يشفيهم ربي يعافيهم، الله يرحم ان شاء الله العباد اللي توفيت. هكا نوصلوا لنهاية زون ميكس اليوم، أكيد الجزء الأكبر كان مخصص لمقابلة المنتخب الوطني التونسي اللي كانت ضد المنتخب السوداني وفوز منتخبنا 3-0، كذلك حكينا شوية على مقابلة المنتخب النيجيري مع ضيوفنا اللي كانوا بحضرنا سامي العكريم منجب ابراهيم وكذلك طارق المسعودي، ثم كان معنا تدخل من لاعب الترجي علي الدين المرزوقي في اول تصريح تقريبا الوسيلة الاعلامية كان تكلم عليه مع الموقع الرسمي للترجي، لكن اليوم اول وسيلة اعلامية لتصريح علي الدين المرزوقي حكى على انضمام الترجي، كذلك حكى على تعديه بسلام المرض نتاعو وكوفيد 19. شكرا أنيس الجويني في الإخراج، وقبله كذلك كان تمانية بن نصر، شكرا الناصر الساكري في الإخراج الرقمي، وكذلك شكرا للفدوى الدريدي في الإعداد. ملتقانا نهار الاثنين إن شاء الله في فير بلاي من ساعتين حتى الماضي 3:30. أجمل تحيات.